ثلاثة، الإمبراطورية المتشظية، القلاع تسقط من الداخل. الاتحاد السوفيتي الذي نشأ 1922 بعد الثورة الشيوعية 1917 في روسيا كان بيشكل سدس مساحة العالم، وبالتالي كان العالم المعمور، يعني مساحة دول العالم، وبالتالي كان إمبراطورية بدا وأكنه لن يسقط أبدا. لكن البعض كان شايف إن الاتحاد السوفيتي وإن طال به الزمن هينتهي إلى السقوط والتفكك. بدأت تطلع بعض الكتب اللي بتقول أن الاتحاد السوفيتي على وشك السقوط، منها كتاب طلع سنة 65 وقال الاتحاد السوفيتي هيسقط 1970 لكن لم يسقط، منها كتاب لمشق سوفيتي آخر كان بعنوان هل يبقى الاتحاد السوفيتي إلى عام 1984، وبقي حتى بعد ذلك بسنوات. لكن الكتاب المهم اللي يعتبر توقع بشكل أدق وكان أقرب للانهيار، لأن فرق 10 سنين تقريبا بين التوقع وبين ما حدث، لكن الأهم مش التوقع إنما التحليل العميق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي بناء عليه الكاتبة توقعت هذا الانهيار. الكاتبة والمؤرخة الفرنسية هيلين دونكوس هي اللي ألفت كتاب الإمبراطورية المتشظية سنة 78، وقالت هينهار الاتحاد السوفيتي. من بين أسباب بقى كتير وتحليلات كتيرة جدا، قالت إنه الاتحاد السوفيتي يتشكل من قوميات، والقوميات دي بدأت تشعر بنفسها جدا وبهويتها بشكل كبير، وإن صعود القوميات هيؤدي إلى إنها ترغب في الانفصال، والاتحاد السوفيتي القائم على هذه القوميات مصيره إلى التفكك واستقلال هذه القوميات. الأمر الثاني إن أعداد المسلمين في آسيا الوسطى، أوزبكستان، كازاخستان، طاجكستان، تركمانستان، قرغيزستان، إنه المسلمين في آسيا الوسطى بيزيدوا بشكل كبير جدا، وعندهم الهوية القومية متصاعدة والإحساس بأنهم مسلمين متصاعد، وبالتالي مستقبل هؤلاء الانفصال، وبالتالي الصعود الهوية الدينية في آسيا الوسطى وأعداد المواليد وكذلك الهويات القومية في أماكن كتيرة، كل ده هينتهي في نهاية المطاف إلى سقوط وتفكك الاتحاد السوفيتي. ودائما في رأي أن القلاع تسقط من الداخل، أن أي إمبراطورية أو دولة يصيبها الوهن من الداخل، وأن الضعف الداخلي ده بيكون السبب الأول والرئيسي، لا سيما إذا توافق مع وضع خارجي. فمثلا في حالة إيران أيام الشاه كان في غضب داخلي، ولكن كان ممكن ده لا يؤدي إلى شيء إلا أنه الغرب تخلى عن الشاه، وبالتالي ده زائد ده، الداخل زاد الخارج، أدى إلى سقوط نظام الشاه. وكذلك الاتحاد السوفيتي كان في أزمة اقتصادية في الداخل، إنما كمان في الخارج أمريكا بتقدم نموذج براق جدا عبر هوليود وعبر الناس اللي قدروا يسافروا، فمديه نموذج براق وساحر للحياة في الغرب، والنموذج للحياة في الاتحاد السوفيتي كان نموذج كئيب وفقير لا يمكن مقارنته بالإبهار اللي كان موجود في الغرب، حتى لو هذا الإبهار مش بهذا الشكل، إنما في المجمل الوضع الاقتصادي في الداخل، الإبهار والحرب الإعلامية الأمريكية في الخارج أدوا إلى تفكك الاتحاد السوفيتي، بالإضافة إلى اللي احنا قلناه عن صعود المسلمين في آسيا الوسطى وصعود القوميات داخل الاتحاد السوفيتي. في كل الأحوال هذا الكتاب المهم الإمبراطورية المتشظية كاتبته الشهيرة هيلين دونكوس رحلت سنة 23 عن 94 سنة، إنما من مآثر القول عندها أنها قابلت ميخائيل جورباتشوف وسألته أنت ليه لما وافقت على أن سور برلين يتهد وألمانيا تتوحد والغرب وعدك أن الناتو مش هيتحرك شرقا وأنت اشترطت عدم تحرك الناتو شرقا، ليه ما وقعتش ورق؟ ليه ما عملتش كلام مكتوب؟ فقال لها أنا وثقت في تربيتهم وأخلاقهم لكن هم ما طلعوش بهذه الطريقة.
طبعا هذه الإشارة تبين أنه مدى السذاجة في التفكير ومدى الثقة المفرطة في غير محلها من آخر زعماء الاتحاد السوفيتي. الإمبراطورية المتشظية، الاتحاد السوفيتي الذي بقي 70 عاما ثم انتهى. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.